tapi Syekh tidak nyaman kondisinya. Jadi hal-hal ini kami ingatkan, dan handphone tolong tidak ada yang disilentkan, paling tidak disilentkan HP-nya. Jangan sampai buka-buka handphone. PDF-nya nanti saja dibuka, demikian pula yang dapat kita. Nanti Syekh akan memberikan kesempatan menulis. Ya, ketika setelah menulis, maka Syekh akan bertanya biasanya siapa yang menulis, siapa yang tidak. Jadi ini jalannya doa kita pada kesempatan pagi hari ini. Nanti insyaallah saya datang, mungkin sholat sunnah dulu, lalu langsung kita berikan kesempatan untuk Syekh Hisan menjelaskan kitab yang beliau tulis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله تعالى. تعال قدموا يا أخي. Mejanya diangkat aja, mejanya diangkat. Karena semua kita akan diminta untuk fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Mencatat itu nanti ketika ada waktu yang diberikan oleh Syekh kepada kita. Adapun ketika Syekh menjelaskan, Syekh akan minta kita fokus. Qaddam ya Syekh. Ini gimana? Sini. تقدم تقدم لازم ترجم لازم وهذا لا ممكن انت تريد انا البس احسن ايوه احسن الشيخ انا بقيني طيب نجرب هكذا نشوف انا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أولاً أريد أعرف يعني ماذا تدرس هنا؟ ماذا درستم؟ ها يا شيخ أنت قل لي. أوقف أنت. نعم. ماذا تدرس هنا؟ أي كتاب؟ لا ليس اليوم هنا في المعهد ماذا تدرسه أو في الجامعة هنا؟ تمام ها يا شيخ لا لا انت امامك امامك نعم ماذا تدرس في العقيده ها ما هي الاصول الثلاثه لا هذه انواع التوحيد الثلاثه نريد نعرف ما هي الاصول الثلاثه من يعرف ما هي الأصول الثلاثة؟ لا 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 أحد يتكلم بدون رفع إصبع برفع الإصبع من يعرف ما هي الأصول الثلاثة؟ كيف درستم؟ وثلاثة أربعة يعرفوا أصول ثلاثة من يعرف ما هي الأصول الثلاثة؟ ها أخي خليك أنت واقف نعم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه أصول ثلاثة أسئلة القبر الأسئلة تسأل عنها في قبرك تمام نعم 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 ماذا درستم أيضا لا في التوحيد ماذا غير الأصول الثلاثة فقط لا وجدت كتاب آخر؟ ها؟ ها ماذا درستم غير الأصول الثلاثة؟ فقط يا شيخ يا أستاذ عبد الرحمن فقط الأصول الثلاثة؟ ما هو؟ أيوة درسوا؟ ما شاء الله طيب ها الشيخ انت انت نعم ماذا في النحو درستم ها اي كتاب كافي في علم النحو طيب وغير النحو ماذا تدرسون؟ عائشة أي كتاب تدرسون؟ عقيدة ونحو منهج إيش؟ منهج ماذا؟
لا أحد يتكلم. ها؟ أنت. نعم. أي كتاب درستم؟ نحو أي كتاب؟ ملخص ايش؟ و المختارات. المختارات وغيره. اجلس نترجم احسن. مرتبك ما الذي تروشه؟ انا اشوف انه نترجم احسن. طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا لا أريد أرى هاتف تليفون أبداً، ما أريد أراها كذا داخل الحقيبة داخل الجيب. إذا رأيت الهاتف في الخارج أنا أخذه. متفقين؟ تمام. هذا أولاً. الثاني لا تفتح أي كتاب، أترك الكتاب، أترك القلم، أترك الدفتر، فقط نسمع. بعد ننتهي من الدرس أنتم تكتبوا فيما بينكم. طيب؟ طيب. هل أفضل نترجم أو بدون ترجمة؟ لا 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 لا. نحن لسنا في سوق الخضار، سوق الخضار هناك يتكلم أي أحد. هنا في مجلس العلم لا أحد يتكلم إلا باستئذان. من يرى أننا أفضل أننا نترجم يرفع إصبعه. الذي يرى أنه أفضل نترجم من أن يكون الدرس فقط بالعربي يرفع إصبعه. ممنوع الكلام. يعني كلكم تريدوا فقط باللغة العربية لا تريدوا الترجمة. طيب أنا سأرى سأسأل ويتضح هذا من السؤال. طالب العلم لابد أن يتحلى بأشياء يسميها العلماء حلية طالب العلم. يعني جمال الطالب، جمال طالب العلم بهذه الأشياء التي يتحلى بها. من هذا الصدق. أقول لي هذا فهمت؟ يقول ما فهمت، ما في إشكال. أما يقول فهمت وهو لم يفهم، صح؟ أي نعم. فإذا لم يتفهم شيء قل يا أخي ما فهمت، وليس هناك إشكال. أن الإنسان ما يفهم، ما يفهم مسألة ومسألتين أو ثلاثة. لهذا يعني الطالب لابد يصدق. إذا لم يفهم شيء يقول ما فهم. نحن نريد أن نخرج بهذه الدورة بفائدة. أما أننا فقط نقول حضرنا الدورة ودورة كانت باللغة العربية ولا استفدنا شيء ما في فائدة. لأن بعض الناس يدخل أحيانا محاضرة وينبهر بالمعلم ويخرج قال ما شاء الله محاضرة مفيدة جدا والشيخ ذكر أصول وقواعد ما شاء الله ما فهمت شيء. إذا هذا ما في فائدة من الدرس، صح؟ إذا قال ما فهمت شيء. لكن نحن نريد أن نتصل معلومة، فإذا ما وصلت المعلومة يترجم الشيخ عبد العزيز ما في مشكلة. مفهوم؟ نترجم ها أحسن؟ نترجم؟ ها؟ نجرب أولا. لا ما احنا احنا لسنا في حقل تجارب الآن. إيش رأيك أنت الشيخ عبد الرحمن؟ ما نحتاج إلى مترجم لأن أكثر الناس أو أكثر الإخوة يفهمون بس في صعوبة في التكلم. اسمع معي. صعوبة في التكلم يفهموا يفهموا 50%، هل يفهموا كلهم أو لا؟ هذه مشكلة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ندرس بإذن الله تعالى كتاب يسمى كتاب التوحيد. اسم الكتاب كتاب التوحيد. طيب، لماذا لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد؟ نعم أخي، نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس فقه أو أصول أو فرائض أو نحو أو صرف أو بلاغة؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لأن الاستجابة من الشروط من قبل العمل. نعم، لأن لابد أولاً، أول علم نتعلم هو علم التوحيد. شوف يا أخي، ما في إشكال، ما يعرف يعبر، المهم يفهم كلامي، أنا أساعده. كل واحد لازم يشارك معي، لو تكلم بكلمة كلمتين أنا أساعده، أنا أكمل، ما في مشكلة. نعم، لأن التوحيد أول أوجب الواجبات وأول الواجبات. نعم، نعم، وغيره. والثاني نعم، الثاني من أعظم الشروط في دخول الجنة. نعم، لا يدخل الجنة إلا موحد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقع في الشرك. تمام، ممكن هذا الأخ يمشي في الشارع، خاصة عندكم هنا في هذه المناطق، ويسأله إنسان قال أنت مسلم؟ إيش تقول؟ لو واحد سألك قال أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم. موحد؟ يقول نعم أنا موحد. يقول بين لي التوحيد، اشرح لي التوحيد، بين لي الإسلام. إذا قال ما أعرف ولا أستطيع أشرح، يقول أنت كذاب، هذه شهادة زور. نعم صح. وممكن يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع يقول أنت مشرك؟ لا. يقول لا أنا لست مشرك. يقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ ما هو؟ تعرفه؟ إذا قال أعرفه هذا معناه أنه بإذن الله إذا عرف الشرك ها يبتعد عنه. لكن إذا قال أنا ما أعرف الشرك ولا أدري ما هو الشرك ولا أعرف أنواع الشرك، يقول ممكن أنت واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. مفهوم؟ تمام. السؤال الثاني، السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب كتاب التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب كتاب التوحيد؟ أنت شايف. نعم، لو قال لك قائل لماذا تدرس كتاب التوحيد؟ لا، هذا التوحيد سألناه، كتاب التوحيد، هذا كتب كثيرة في التوحيد. لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ اخترنا هذا الكتاب لأننا طلاب. الطالب لا يدرس ولا يسمع على ما يحب. حتى هنا معهد، المعهد ليس على ما يحب الأستاذ أو مدير المعهد، يذكر يضع هذا الكتاب ويلغي هذا الكتاب، هذا مو على كيف هو. لا، لا، لابد نرجع إلى العلماء الربانيين، هم يحددوا الكتب، هذا يصلح هذا لا يصلح في الدراسة. الطب الآن، هذا الأخ يريد يصبح طبيب أسنان، كيف يصنع؟ يذهب ويقرأ بعض الكتب ثم يفتح دكان ويشتري كرسي ومعدات ويصبح طبيب أسنان؟ لا، نقول ليس على ما تحب، لابد ترجع إلى الأطباء على الاختصاص، هم يحددوا لك كم سنة تدرس وكم سنة تتخصص وبعدها تتخرج، وكل سنة لازم عليك مراقبة وما
الأعظم صح ولا صح. حتى العلم ما تطلب العلم على ما تحب. قال لا والله أنا ما أريد هذا الكتاب أريد هذا الكتاب ليس على ما تحب أنت. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن في بعض الكتب ركز عليها العلماء أنت لا تظن أن ابن عثيمين رحمه الله عنده مكتبة مثل هذا المسجد. تظن ما عنده مكتبة كبيرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مكتبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مكتبة صغيرة لكن كل ما في مكتبة هنا. ليش؟ هو ما يدور وراء كثرة لا يبحث وراء كثرة لا يبحث وراء أن درست فتح الباري ودرست كذا ودرست لا هو لا يبحث وراء عنده ستة كتب تقريبا ستة كتب فقط بس لكن هذه الكتب هو ضابطها كما أنت تضبط سورة الفاتحة قراءة مفهوم عامل خلاص الستة كتب هذه لو يأتوا أي كتاب يشرح إذا ضبط كتاب التوحيد لو يأتوا بأي كتاب التوحيد يشرح لو تعلم علم الفرائض لو يأتوا بأي كتاب في الفرائض يشرح درس ألفية ابن مالك وضبط أي كتاب في النحو يشرح مفهوم؟ أي نعم. فلا بد أننا نرجع إلى العلماء في دراسة الكتب أي كتاب ندرس أي كتاب نؤخر أي كتاب نقدم. فالعلماء رحمه الله أرشد الطالب إلى أن يبدأ أولا بالتوحيد ويبدأ في التوحيد كما ذكر الأخ أصول ثلاثة. لكن عيب أن جاء واحد يقول درست أصول ثلاثة ما هي الأصول الثلاثة؟ يقول توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد أسماء الصفات هذا ما درس الأصول الثلاثة ما عرف إيش هي الأصول الثلاثة صح؟ ممكن حتى ما قرأها أو قرأ لكن ما انتبه. لابد يكون عند الطالب انتباه نباهة لا تقرأ فقط هكذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث معاذ رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ يعني ايش انتبه لا تنام اي نعم قال يا معاذ ثم سأله قال تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان معاذ لا يعرف او ممكن ما يجيب لكن هذا السؤال للتشويق مفهوم. فلابد أنتم عندكم درستم كتاب تتذاكروا العلم كان السلف يتذاكر العلم فيما بينهم. طيب إذن هذا كتاب مهم جدا بل أن الشيخ ابن باز رحمه الله جاء إليه رجل وقال يا شيخ الكتب كثيرة أنا لا أستطيع أطلب علم يعني كثير أريد تختصر لي أقل شيء ماذا أدرس؟ قال كتاب التوحيد وبلوغ المرام بس. هذا يقول ابن باز مفتي يقول لو تضبط هذه كتابين مفهوم كتاب التوحيد بلوغ المرام سهل جدا. طيب هذا الكتاب كتاب التوحيد فيه كم باب؟ من يعرف أبواب كتاب التوحيد كم؟ لا 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 هكذا برفع الاسم أوقف كم باب؟ أوقف كم باب؟ أوقف ما يعرفوها هذه عمي هذه مشكلة نعم ها ما فهمت خليك واقف. من يعرف أبواب كتاب التوحيد كم؟ لا 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 عيب ترى أنا أعاقب وأنت تطبق. نعم نعم 67
67 بابا، تمام. كم؟ 67. هذا مع المقدمة، تمام، مع المقدمة. الباب الأول قال كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، تمام. 67 باب إذن عندنا في الكتاب. يلا عدها بسم الله. الباب الأول طالب لا يحفظ كتاب التوحيد هذا ليس بطالب. سأل الأستاذ المعلم، سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة. الأستاذ يسأل عن مسألة في الطهارة، الطالب يجيب. فقال الطالب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه. المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. فالماء الطهور، وبدأ يسرد كتاب الطهارة كامل والمدرس يسمع. فعندما انتهى الطالب قرأ كتاب الطهارة كاملا، قال يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. أعطاه كل شيء هذا الطالب. أما طالب لا يحفظ ولا يدرس ولا يراجع ولا يدري أين وصل أصلا. يعني مثلا الآن بعض الطلاب وضعوا هذا له، لماذا؟ عشان يعرف أين وصل. لا، طب لو ضع هذا، لو زميل هذا وضع لذا الخيط هذا في مكان آخر، إيش أصبح؟ ما يدري. يعني هذا اختلاط يسميه المحدثين، يسميه اختلاط. ما يدري وين وصل وين رجع وين جاء. نعم، انتبه. ها، كم باب؟ 67 باب. نعم يا أخي. مقدمة. باب وجوب التوحيد وفضل التوحيد. فضل التوحيد، نعم. وما يكفر من الذنوب. ثالث، تحقيق التوحيد، دخل الجنة بغير حساب. الخوف من الشرك. والخامس، الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. ما شاء الله، بارك الله فيك، تمام. يلا قول وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من الشرك والدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. اجلس، انتبه. طيب، إذا عندنا 67 باب. هذا الكتاب حتى يعني نستطيع أننا نتصور ما فيه، لأنه ممكن يقول 67 كثيرة أحفظها، ما هي كثيرة. ممكن أننا نجعل الكتاب 10 أقسام، تخفيض من 67 إلى كم؟ أسهل، صح؟ تمام. أجعل الكتاب 10 أقسام. القسم الأول مقدمة، القسم الأول مقدمة، هذه الأبواب الخمسة اللي ذكرها، وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من ضده والدعاء لشهادة لا إله إلا الله. هذا إيش؟ مقدمة، القسم الأول. الثاني تفسير التوحيد، الثاني القسم الثاني تفسير التوحيد. الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. الرابع سبب كفر بني آدم، أسباب الكفر حتى نجتنبها. الخامس دحض حجة من يقول الشرك لا يقع في الجزيرة أو في الأمة. والسادس الأعمال الشيطانية. والسابع أعمال القلوب. والثامن الأسماء والصفات. والتاسع أطول قسم عن ملاهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. والخاتمة، أسهل شيء تقول مقدمة وخاتمة. هذه كم؟ هذه قسمين، مقدمة وتفسير التوحيد و الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وسبب كفر بني آدم،
والدحض حجة والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة العربية، والأعمال الشيطانية وأعمال القلوب والأسماء والصفات والمناهج اللفظية ألفاظ الشركية وبعض الشركيات والخاتمة. كم من يعيد لي هذه الأقسام؟ ها طيب، أنا أترك لكم الآن 5 دقائق تكتبوا فيها هذه الأقسام 10. ما يلزم نشرح كتاب التوحيد، ما يلزم، اترك الكتاب. ما يلزم أننا ننتهي نشرح كتاب التوحيد، ما يلزم، لكن يلزم أن نعرف كيف ندرس نضبط، مفهوم؟ تكتبوا لي أن الكتاب 67 بابا، لماذا ندرس التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب، وتكتبوا الأقسام 10، تكتبوها لأن نريد نركز عليها، نفهم مقصود المؤلف من كتاب التوحيد. 5 دقائق ونعود لكم بدون تشويش بدون رفع الصوت. جزاك الله. يا أستاذ الذي لا يكتب أنت تحاسبه تراقب عليه.
ها؟ لا 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 ما يصلح. وين كتبت أنت؟ أين؟ فين كتبت؟ لا يصلح تكتب فوق الكتاب، اكتب في ورقة شيخ. وأنت أين؟ في الكتاب. كتاب ما يصلح. هاي في ورقة. أو اكتب في الجوال مو مشكلة، المهم تكتب. لأن شوف يا أخي الكتابة هذه تجعل الحاسة هذه تعمل معك في الحفظ. حاسة ايش؟ كتابة والنظر صح؟ وتتكلم وتسمع. هذه الحواس تجعلها معك تعمل. يعني اللغة العربية الآن كيف نتعلم اللغة العربية؟ كيف؟ لا بد تعال 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 لابد اللغة العربية تجعل كل شيء حولك يساعدك على تعلم اللغة. مفهوم؟ كيف؟ أولا تنظر اللغة العربية، ما تنظر غير لغة عربية. كل شيء تراه لا تنظر إلا لإيش؟ للعربي. شوف معي هذه اللوحة الآن عندي أمامي هنا، شوف أنا أنظر إليها أنا ما أقرأها. ليش؟ ما أقرأها. الحمد لله أنا أعرف قليل لغة إنجليزية لكن ما أقرأ. عندما تأتي لوحة الآن فيها مكتوب بالإنجليزي وبالعربي، أنت أول ما تنظر تنظر للعربي؟ لا، تنظر لهذا. صحيح؟ إذن أنت عندك مشكلة مع اللغة العربية. شوف الآن أنا أول ما أنظر ما أنظر لهذا الإنجليزي، أنظر مباشرة لإيش؟ للعربي. حتى في اللوحات في الطريق، الآن كان في لوحة في المطار أنا فرحت والله مكتوب بالعربي لأني أقرأ. أندنوسي ما أفهم. هذا أول شيء، جوالك هذا لازم تغير اللغة، أهم شيء جوال تغير لغة. نعم، تجعله باللغة العربية. في الغرفة تضع لوحات كلها عربية حتى إيش؟ تعتاد النظر، عينك ترتاح للغة العربية. هذا إيش؟ أول حاسة إيش؟ نظر. ثاني هذا ما تسمع إلا عربي، يعني هذا يتكلم معاك أندنوسي لا تسمع. هذه إذني ما تسمع إلا عربي. نعم تكثر من السماع عربي، وممكن تختار. في بعض الناس تكون لغته جميلة صح؟ سلسة تسمعها ترتاح. وبعض الناس ما يعرف يتكلم، حتى أنت أندنوسي ما تفهم عندما يتكلم أندنوسي، كأنه يتكلم هندي. صحيح أو لا؟ وبعض الناس يتكلم كلام أندنوسي جميل صح؟ أي نعم. فابحث عن إنسان ترتاح لإيش؟ لكلامه. مثلا الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز مثلا. تمام، هذا أين دحين؟ مرحلة الثانية. إذن الثالث هنا، ما تتكلم إلا بالعربي. الشيخ عبد العزيز يعرف هناك في الجامعة الإسلامية هذا أندنوسي، ما يضعوا مع أندنوسي في الغرفة أبدا، يضعوا مع هندي. ليش؟ عشان يتواصلوا مع بعض باللغة العربية، لأن لو وضع مع أندنوسي خلاص ضاع. والله هذا رقم كم؟ هنا ما تنطق إلا بالعربي. انتبه، ايش بقي؟ هذا تكتب، تكتب بالعربي، تكتب، لابد تكتب كثيرا، تكتب 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 املاء. ها ايش بقي في الحواس؟ ها ايش بقي؟ يتذوق اللغة العربية. يعني هذا يجي ويقول كيف حالك يا اخي يا صديقي يا عزيزي يا حبيبي يا عيوني، هو يريد هذه الكلمات يتدرب عليها فايش؟ يتكلم بها. والله سعدت بلقائك، مسرورين جدا، اهلا وسهلا ومرحبا،
حللت أهلا ووطأت سهلا. هو يتذوق اللغة العربية، يحب يخرج الكلمات، فهمت؟ يعني إيش هذا؟ عشق حب، مفهوم؟ هذا يتعلم، مفهوم؟ أما فقط لغة عربية هنا في الدراسة والمدرس نصف الحصة يتكلم بالعربي ونصف يتكلم بالأندلسي، هذه حصة ضائعة، مفهوم؟ لا. ثم لابد تسمع اللغة من أهلها، لا تقول نحن ما احنا أهل اللغة، لا. سيبويه، ما معنى سيبويه؟ رائحة التفاح، ليس بعربي. سيبويه ليس بعربي، ومن علماء إذا ذكرت اللغة العربية يذكر سيبويه وهو ليس عربي. لكن ماذا كان يصنع؟ كان يتخفى ويمشي ويسمع الكلمات من العرب حتى صار أفضل منهم بفضل الله، مفهوم؟ فلابد تسمع اللغة سماع صحيح. شوف أنا الآن، أنا أقول لي هذا خبر ثري بقاسي، أنا ممكن أقول هذه الكلمة خطأ، صح؟ من يعرف؟ أنا لا أكتشف الخطأ، من يكتشف هذا؟ لأنه هنا التصحيح عند الشيخ عبد العزيز، هنا يقول لا خطأ، ثري بقاسي خطأ، أنت لا تنطق نطق صحيح، صح أو لا؟ كذلك لغة عربية، فلا بد يكون عندك أصدقاء عرب أو يعرفوا اللغة العربية. أما أندلوسي مثلك ما يصلح، لأن هذا يسمعها مو بالعربي، بالأندلوسي، مفهوم؟ أي نعم. فمثلا في تعليم عندنا عن بعد الآن، عن مصر كذا، ما في مشكلة. أنا لا أتكلم الآن عن أندلوسيين لا يعرفوا اللغة العربية، عندنا فطاحلة في اللغة العربية ما شاء الله، الشيخ عبد العزيز الآن لغة عربية فصيحة، نعم. لماذا؟ لنختلط بالعرب، يسمع العرب يقول لا خطأ، قال لا صحيح، قال لا خطأ، تنطق هذه خطأ، انطق كذا، فبدأ يختلط بهم، مفهوم يا أخي؟ إذن لابد تجعل حواس كلها معك تشتغل. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نعم بسم الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ يعني في الحصة الأولى أنت بنت؟ نعم. أخذنا يعني لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. ندرس التوحيد لأنه أوجب الواجبات، وأول الواجبات دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا يقبل الله أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقع في الشرك. لك يا واحد شيخ. تمام. لك يا شيخ. ماذا أخذنا الدرس الماضي؟ أوقف. ماذا أخذنا؟ في الدرس الماضي ماذا أخذنا؟ هذا أوقف. نعم نعم أوقف، ممنوع الكلام. ماذا أخذنا؟ تعال هنا، تعال تعال هنا، قدم أي نعم، لا ترجم له. ها، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ خليك واقف أنت يا أخي، أوقف أنت نعم. ماذا أخذنا؟ أنت نعم، وش أضع إصبع على رأسك؟ على رأسك. ماذا أخذنا؟ أنت بجانب أخي، أوقف نعم. ماذا أخذنا؟ لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ قلنا نصيحة علماء. بس كم أبواب كتاب التوحيد؟ لا أحد يتكلم، من غشنا فليس منا.
نعم يا أخي. 97. لا أحد يتكلم. 67 بالأندلسي. كم؟ كم بالأندلسي؟ أيوة. باللغة الأندلسية 67 كم يعني؟ بس إندونيسية. قل له يقولها بالأندلسي بالعدد. 67. itu bilangan bahasa Indonesianya berapa? ها سجل يا شيخ عبد الرحمن. نعم. ها يا أخي. 67 كم بالأندلسي؟ خطأ. 68. سجل. نعم يا أخي. ها؟ أجلس. كم؟ 67 كم بالأندلسي؟ هذا قاله الآن. أجلس. ها؟ إيش؟ لا 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 لا. هنا هنا. شوف يا أخي. الطالب قال لأحد العلماء قال أريد تشرح لي هذه المسألة لم أفهمها. أريد تعيدها لي مرة واحدة. قال أعيدها لك 20 مرة. وإن استطعت أن أفتح رأسك وأفرغ العلم فيه أفرغ فيه. مفهوم؟ بالعربي بالأندلسي بأي شيء لازم تتعلم لازم تفهم. مفهوم؟ نعم. أما تقول لا أفهم فهمت وأنت كذاب خطأ. كم؟ بالأندلسي. تمام أجلس. نعم الأقسام العشرة المقدمة وتحتوي على 5 أبواب. تفسير التوحيد. بعد أن ذكر المقدمة الآن نشرح. اترك كتاب. بعد أن ذكر المقدمة بدأ يشرح لك التوحيد. قال خذ توحيد سأشرح لك التوحيد سأبين لك التوحيد سأظهر لك التوحيد. تمام. تفسير التوحيد هذا الثاني. الثالث ذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله لا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم الأول ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا الأولياء ولا الأنداد ولا الأصنام ولا شيء. تمام. بطلان عبادة ما سوى الله. الرابع سبب الكفر. أراد قلم. أراد أن يبين لك التوحيد بتفسير التوحيد. ثم بعد هذا ذكر أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. ثم ذكر أسباب وقوع الشرك لماذا يقع الشرك حتى تجتنبها. وبعد هذا دحض حجته والرد على من يقول أن الشرك لا تقع في الأمة أو لا يقع في الجزيرة العربية. السادس الأعمال الشيطانية السحر الكهانة التطير الاستسقاء بالأنواع النظر في النجوم غيره. السابع أعمال القلوب الخوف الرجاء التوكل الصبر ذكر هذا. والثامن توحيد الأسماء والصفات. والتاسع المناهي اللفظية الفاظ الشركية بعض الشركيات. وختم بالخاتمة. من يعيد لي الأقسام عشرة؟ نحن لو لم نفهم شيء اليوم إلا ضبطنا محتوى 67 باب هذا كويس. من يذكر لي؟ من؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا بسم الله. ها؟ لا بالغيب.
قال ما قلت لمحدث قط أعد عليه. ما قلت لمحدث قط يعني ولا مرة واحدة أعد، مرة واحدة يحفظ. بشر أو ليس بشر؟ بشر مثله مثله، لكن هو ينتبه يركز يراجع يحفظ. نعم، وهذا مشغول يفكر في السيارات ويفكر في الدراجة النارية ويفكر. نعم، الأول المقدمة، مقدمة ثم الثاني تفسير، تفسير التوحيد، ثم والثالث بطلان عبادة الله أو أدلة والبرهان، الأدلة البراهين عبط عبادة ما سوى الله، سبك كفر بني آدم، ثم عرض أو دهضوا أن الشرك الأقع في الأمة في الجزيرة. نعم. السادس، السادس وهو أعمال الشيطانية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، مناهي اللفظية الفاظ الشركية بعض الشركيات، والخاتم. نعم، أنا قرأتها، مو مشكلة، لازم نتساعد حتى نمشي. تمام، وهذا ممكن تعتبروه نصف درس التوحيد، نصف درس لغة عربية، مناقشة، مشاركة. أوقف أنت يا شيخ في الأخير، أنت آخر واحد، ما في واحد وراك. نعم، نعم، عيد. مقدمة، تفسير التوحيد. المقدمة هذه تحتوي على أبواب خمسة. الباب الأول وجوب التوحيد، وهذا ذكرنا أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الباب الأول وجوب التوحيد، فأراد أن يبين لك أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات. ثم ثنى الباب الثاني، ثنى بباب فضل التوحيد. ليش حتى تشتاق؟ تشتاق ليش؟ للتوحيد، لأن هناك من ينفر الناس عن دراسة التوحيد وقال التوحيد عرفناه ولا داعي ندرس التوحيد. ايش يقول؟ ايش يقول؟ ماذا قلت؟ ما هو التوحيد؟ خليك واقف دقيقتين. فينفر عن دراسة التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لابد تفرح بدرس التوحيد، تفرح بالتوحيد وتدعو للتوحيد وتعلم التوحيد وتصرخ بالتوحيد وتدعو الله أن يميتك على التوحيد. مفهوم؟ نعم. الثالث، أراد أن تحقق التوحيد، تخلص التوحيد، تنقي التوحيد، تصفي التوحيد. من ماذا؟ في أشياء تؤثر على التوحيد، الشرك، بدع، معاصي. فقال لابد إيش؟ بعد أن عرفت أن التوحيد أوجب الواجبات وتشوقت إليه بفضل التوحيد، أراد أن تحقق التوحيد، تنقح التوحيد، تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. ثم قال لك لابد تخاف من الشرك، موحد تخاف، ما عندنا صكوك غفران. مفهوم؟ نعم، تخاف من الشرك، ثم لابد تدعو إلى التوحيد. عيد الأبواب الخمسة، تستطيع؟ هذه خمسة: وجوب التوحيد، فضل التوحيد، تحقيق التوحيد، الخوف من ضد، الدعاء إليه، دعوة إليه. واحد، تعال هنا عندي، تعال جيبوه هنا، بعد قليل نحطك هنا محل عبد العزيز. تعال تعال اجلس. نعم، من يعيد لي هذه الأبواب الخمسة؟ ما شاء الله، بسم الله. نعم، قدم شوية أنت مكان هذا، قدم. نعم، وجوب التوحيد، فبدأ بوجوب التوحيد حتى يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني، فضل التوحيد حتى تشتاق وتحب التوحيد. والثالث، تحقيقه، تنقيحه، تصفية التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. ثم لابد تخاف،
لابد تدعو للتوحيد. الدعاء لشهادة أن لا إله، تدعو للتوحيد. تمام، خمسة أبواب. هذا القسم الأول المقدم. الحمد لله انتهينا من القسم الأول. تمام، اجلس. وجوب التوحيد ذكرناه، وفضل التوحيد معروف، وتحقيق التوحيد تنقيح التوحيد. الخوف، كيف نخاف من الشرك؟ لو واحد سألك أنت تمشي في الشارع، أوقف، تخاف من الشرك؟ يقول نعم أخاف. كيف؟ بين لي كيف أخاف. تمام، يقول بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك حتى لا أقع فيه. أنا أدرس الشرك لأني أخاف منه. هذا الشيخ عبد العزيز يريد يسوق السيارة، هنا الشرطة قال لازم تأخذ إيش؟ رخصة قيادة، صح؟ يسموها أنتم سيم. تمام، قال لازم سيم. قال كيف أحصل على السيم؟ قال لابد تعرف الأشياء اللي تأتي بها والأشياء اللي ممنوع عليك، صح؟ بعدين تكون إيش؟ سائق، ونعطيك أحسن سيم. تمام، هذا موحد لابد يعرف التوحيد ويعرف الشرك حتى إيش؟ لا يقع فيه، مفهوم؟ تمام، هذا السيم للتوحيد. تمام، بعدين يدعو. إيش يدعو؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من هذا يقول هذا الدعاء؟ من؟ من دعاء من هذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خليل الرحمن، أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده يخاف. إذن أنت من باب أولى تخاف، لابد تخاف. وبعضكم ممكن لم يطرأ يوم من الأيام على بالي يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، صح؟ إذن ما يخاف، هذا معناه ما يخاف. إذا لابد يدعو، اللي يخاف يدعو. هذا كم ذحين؟ أربعة، خمسة، يبتعد عن المشركين، براءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، يبتعد عنهم، ما ينظر إليهم ولا يعجب بهم ولا غيره. طيب؟ تمام، يلا تعيد لي الخمسة. الأول دراسة التوحيد، كيف نخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك، بالبعد عن المشركين والبراءة منهم بالدعاء. تمام، اجلس. انقسم الناس تجاه الكفار إلى طرفين ووسط، انقسم الناس في التعامل مع الكفار إلى طرفين ووسط. قسم يشارك الكفار في أعيادهم، في احتفالاتهم، في طقوسهم، في الشركيات، في البدع، تنظر إليه تظنه مشرك، نسأل الله السلام والله. وقسم يتعرض للكفار بالقتل والسب والشتم والتفجير والتخريب، صح؟ وأخذ الأموال يسرقهم. الصحيح لا هذا ولا هذا، الصحيح إيش؟ الوسط. ممنوع، لا يمكن نشاركهم في أعيادهم، في احتفالاتهم، في طقوسهم، في الشركيات، في البدع، ومع هذا ندعوهم إلى الله. المسلم لا يكذب على الكافر، لا يغش الكافر. مسلم ايش تقول الكافر؟ تقول ترى لو مت على هذا تدخل النار خلود ابدي، صح او لا؟ ما تقول لا انت على خير. لابد تنصح للكافر، هؤلاء يغش الكفار بعضهم، صح؟ اذا لابد ننصح لهم، ندعو لهم، نتعامل معهم بالبيع والشراء، ما في اشكال. لكن ما نشاركهم في عادهم ولا في احتفالاتهم في طقوسهم، هذا ايش؟ وصل. الخامس، الباب الخامس ما هو؟ نعم، ما هو الباب الخامس؟
التوحيد. الدعوة إلى التوحيد ما هو؟ الدعوة إلى التوحيد. هل تدعو للتوحيد أو لا ندعو للتوحيد؟ انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين ووسط. قسم لا يدعو أبدا للتوحيد ولا يدعو ولا يعلم ولا شيء، بل يحارب من يعلم التوحيد. وقسم يدعو إلى الله بجهل بلا علم، صح؟ تمام. والصحيح اصبر اصبر، الصحيح ايش؟ الوسط الذي تثق منه 100%، هذا لابد تعلم الناس، مفهوم؟ تشك 1% تسكت، مفهوم؟ تمام. هل تشك في التوحيد؟ هل تشك في التوحيد؟ لا. لا، ادعو للتوحيد. إذا هل تشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا أعبد ورسول لا يكذب وأنه خاتم الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا. لا، ادعو لهذا. لو دخل واحد الآن هنا، دخل رجل قال بالله يا شيخ المغرب كم ركعة؟ صلاة المغرب كم ركعة؟ 10. صلاة، سجل يا عبد الرحمن. نعم سجل. صلاة المغرب كم ركعة؟ صلاة المغرب كم ركعة؟ 3. بالأندلسي 3. تيجا. تمام. ها يا شيخ لو دخل داخل الآن وقال المغرب كم ركعة، هذا قال أنا لا أفتي. ما تشك في المغرب، صح؟ إذا الذي لا تشك فيه هذا لابد تعلمه. الناس تشك 1% تسكت. لو دخلت مرأة الآن وقالت قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالق أو لا؟ نقول الله أعلم. مفهوم؟ مفهوم يا أخي؟ إذا الذي لا تشك فيه 1% لازم تعلم الناس. تشك 1 وقف، طرفين وسط. شروط الدعوة إلى الله 5. الأول الإخلاص. الأول إيش؟ يعني ما تدعو الله حتى قل داعية العالم أسد المنابر الفقيه المسقع الكذا المحدث العالم العلامة الشيخ عبد العزيز، ما يريد هذا كله. قال أتقتلون في القرآن، أتقتلون من؟ ها؟ أتقتلون موسى؟ ما قال إيش؟ لا، ما قال أتقتلون موسى، قال أتقتلون رجلا. ليش؟ لأن لو قال موسى عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنه ينادي حتى إيش؟ يرتفع هذا الاسم، اسم موسى عليه الصلاة والسلام. قال أتقتلون رجلا، ما قال أتقتلون موسى، مفهوم؟ في قصة أصحاب الأخدود ضحى الغلام بأغلى ما يملك أو من أغلى ما يملك بروحه مقابل إيش؟ دعوة لله يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا إيش؟ إخلاص، مفهوم؟ هذا الشرط الأول. فأنت الآن تدعو إلى الله، ممكن بعضكم يدعو الله لا يدري عنه أحد، صح؟ بالإنترنت وكذا وكذا وبالرسائل، نعم إخلاص. الثاني العلم الشرعي، على علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إخلاص، على بصيرة، علم شرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة. كم شرط الآن؟ 4 شروط. العلم الشرعي خرج به الجهل، ومعرفة حال المدعو قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهذا يقول عندنا هنا وثنيين وعندنا كذا وعندنا كذا، لابد أعرف إيش الوضع الذي هم عليه، ولابد أعرف كيف طريقة دعوتهم إلى الله، ما الذي يؤثر فيهم، مفهوم؟ تمام. ناقشهم؟ لا،
قال ليكن أول ما تدعوهم إليه مناظرة؟ لا، أسهل طريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار. ما هي؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. هذه أسهل طريقة، تناقشه ما في فائدة في الغالب. مفهوم يا أخي؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. مفهوم؟ تمام. هذا كم شرط؟ الحكمة، لابد من إيش؟ حكمة في الدعوة. بعض الناس ما عنده حكمة، نسأل الله عليه السلام. جاء رجل نصراني إلى عالم من العلماء، قال يا إمام إني أحب الإسلام. ما شاء الله، جميل. ثم قال أنه يحب إيش؟ الخمر. مفهوم يا أخي؟ لأنه يعرف أنه إذا أسلم ما يشرب خمر. ها، إيش تفتي؟ تفتي بماذا؟ أقول لا تشرب خمر. يقول قال لا تشرب خمر، صح؟ لا. عالم قال أسلم وإن شئت شربت الخمر. مفهوم؟ إيش قال له؟ أسلم وإن شئت شربت الخمر. أسلم. قال أنت الآن مسلم، تشرب خمر يجلدك السلطان، وترجع عن الدين يقتلك السلطان. خلاص دخل ما يخرج. مفهوم؟ أنا ما تفهم، أعيد من جديد. رجل نصراني جاء لعالم. نعم، خذ ميكروفون. نعم. ada seorang nasrani mendatangi seorang alim. لا خلاص اشرح. dia mendatangi seorang alim. Dia ingin masuk ke dalam agama Islam, hanya saja dia suka minum khamar. Karena dia tahu konsekuensinya. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia tidak akan boleh untuk minum khamar. Tapi kita lihat bagaimana fikirnya alim ulama ini. Kata beliau, masuk dulu saja ke dalam agama Islam. Kalau engkau mau suatu saat minum khamr, silakan saja, tidak masalah. Kata alim begitu. Kemudian dia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam, dan dia akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Setelah status dia menjadi seorang muslim, dia berkata, sekarang saya ingin minum khamr. Kata alim tadi, sekarang engkau sudah sah menjadi seorang muslim. Kalau kamu minum khamr, maka balasannya adalah akan dicambuk oleh sang pemimpin. Ya. Kalau kamu keluar dari agama Islam, balasannya adalah akan dibunuh. Sekarang sudah masuk ke dalam agama Islam, tidak akan bisa keluar dari Islam. Karena memiliki konsekuensi yang tidak memungkinkan untuk ditempuh. Mafhum? Uktubu lana al-abwab al-khamsa. وجوب التوحيد، فضل التوحيد، تحقيق التوحيد، الخوف من الشرك، الدعاء لشهادة لا إله إلا الله، كيف نخاف من الشرك، شروط الدعوة إلى الله. انقسم الناس في الدعوة إلى الله طرفين وسط، وانقسم الناس في البراءة من الشرك وأهل التعامل مع المشركين إلى طرفين وسط. خمس دقائق إن شاء الله. آسف يا شيخ، معلش.
الكتاب، نعم افتح الكتاب. جزاك الله خير. تمام، إذا ما استحضرت شيء افتح من الكتاب اكتب. شوف يا أخي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا لم تبدأ اليوم أنت بالعلم لن تبدأ لا في مدينة ولا في موريتانيا ولا في أي مكان. ابدأ الآن أنت هنا وأنت في أندونيسيا، ابدأ بطلب العلم. لا يعني بعض الناس حتى يقول هذه يعني هذه حماقة، أحمق هذا الذي يقول لا استطيع أطلب العلم إلا في المدينة. أنت إذا بدأت هنا في أندونيسيا بإذن الله تطلب العلم. وفي ناس في أندونيسيا تعلموا اللغة العربية وتعلموا صح وأصبحوا دعاة ولم يذهبوا يعني للدراسة في المدينة. والمدينة يعني ليست جهاز تدخل من هنا جاهل تخرج من هنا عالم، لا، اجتهد. مفهوم؟ من يعلمك؟ من؟ مدينة؟ من؟ الله. اطلب من الله وقل رب زدني علم. مفهوم؟ لكن اجتهد لا تلعب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ماذا؟ نعم، وين راح صاحبنا هذا؟ أين ذهب؟ هذا طيب. نعم، شروط الدعوة لله خمسة: الإخلاص، العلم الشرعي، معرفة حال المدعو، الحكمة، الصبر. ما شاء الله، تمام، جزاك الله خير. اجلس. تمام، ها غير ماذا أخذنا؟ الناس ينقسموا إلى طرفين وسط في الدعوة إلى الله، وكذلك قلنا في التعامل مع غير المسلمين. تمام، غيره. كيف نخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك، بالدعاء، بالبراءة من الشرك وأهله والبعد عنها. تمام، ما شاء الله. طيب، بعد أن ذكر لك وجوب التوحيد وعرفت أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتشوقت إليه بفضل التوحيد ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، قال أريد الآن أشرح لك التوحيد، أبين لك التوحيد، أفسر لك التوحيد. الذي ما هو التوحيد؟ قال الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. خذ توحيد من هنا إلى نهاية الكتاب. مفهوم؟ نعم. ما هو التوحيد؟ لو قال لك قائل عرف لي التوحيد، قدم علينا شوية واترك الدفتر والقلم. تعال، ما هو التوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا تعريف التوحيد. من يعيد؟ من يعيد لي التعريف؟ أنت. نعم، ما هو؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني هذا خاص بالله ما يشارك في أحد، ولا شرك أكبر. ما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم، مهم هذا. تريد لي أحفظ الله تعالى من جلسكان تنتان ديفينيسي التوحيد. التوحيد أدامه من يسكن الله سبحانه وتعالى في دلم سجال سسواته yang berkaitan dengan hak khusus milik Allah سبحانه وتعالى، baik dari sisi ربوبيهnya، ألوهيهnya، dan juga أسماء وصفات، nama-nama dan sifat-sifat Allah. التوحيد ثلاثة أقسام. كتب لي التوحيد تبقي من جلد تيجا بقيه. نعم، توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية أبرت إذا لتفهم توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، يعني من يسكر الله سبحانه وتعالى دلم عمل مربوطة اللي لا تكون عليه
atau kerjaan Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ifrad Allah Subhanahu wa taala bil khalq wal mulk wat tadbir. Atau dengan kata lain yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, ya, pengaturan dan juga kepemilikan. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau dinamakan juga dengan tauhid ibadah. Ifrad Allah bil ibadah atau ifrad Allah Subhanahu wa taala bi af'al al ibad. Ya. Artinya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah atau dengan kata lain mengisahkan, ya, amal perbuatan yang memang bersifat ibadah dari seorang hamba ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tauhid al asma' wa sifat. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. An yufrad Allah bi asma' wa sifat واردة في الكتاب والسنة لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين. yaitu dengan mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dan disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada, ya, penyerupaan sedikit pun dengan sifat-sifat para makhluknya. Ar-Ruqyah. Kemudian beliau menjelaskan tentang ruqyah. ما هي الرقية؟ apa itu artinya ruqyah؟ شروط الرقية. dan syarat-syarat ruqyah. يشترط في الرقية ثلاث شروط. ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah. هذا مهم جدا. ini sangat penting sekali. يعني الآن هذا اللي يترجم الشيخ عبد العزيز هذا أهم شيء عندنا نريد في كتاب التوحيد في أشياء مهمة مقصود محمد بن عبد الوهاب من كتاب التوحيد سنذكر الآن. نعم. أهم شيء. ada beberapa pembahasan yang memang dikhususkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk diketahui itu adalah inti di balik penulisan dari kitab tauhid. Wujub at-tauhid. Itu tentang kewajiban tauhid. هذا أهم شيء في الكتاب. نعم. dan ini yang terpenting, ya, inti di dalam atau isi dari kitab tauhid. فضل التوحيد. kemudian tentang keistimewaan tauhid. لابد تخاف من الشرك. harus kita takut dan khawatir terjatuh dalam kesyirikan. لابد تحقق التوحيد. كما حقق إبراهيم الخليل عليه السلام كما حقق النبي صلى الله عليه وسلم كما حقق الصحابة رضي الله عليهم التوحيد. kita harus merealisasikan tauhid dalam keseharian kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. تخاف لابد تخاف من الشرك محقق تخاف. kita merealisasikan tauhid dan kita juga khawatir terjatuh dalam kesyirikan. لابد تدعو للتوحيد. kita sebagai seorang muslim harus berdakwah di atas tauhid. الذي لا يدعو التوحيد هذا ليس بمحقق للتوحيد. orang yang tidak mendakwahkan tauhid sebetulnya dia tidak merealisasikan tauhid. نعم. ما هو التوحيد؟ apa itu tauhid؟ قلنا عرفنا التوحيد التعريف دائما شرعي لغوي اتركه نعم dalam penyebutan definisi selalu yang diminta adalah yang berkaitan dengan syariat adapun definisi secara bahasa itu tinggalkan sejenak عرفنا انواع التوحيد الثلاثه kita tadi telah jelaskan juga tentang definisi tiga macam tauhid احذر من الشرك ya berusaha untuk menjauh dari kesyirikan. Asyirk nasrafa salama yanqasim ila qismain, akbar wa asghar. Syirik itu terbagi menjadi dua, ada syirik besar dan syirik kecil. Al muharramat arba' darajat, arba' maratib, daraja ula, thaniya, thalitha, rabi'a. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada empat tingkatan. Al daraja al ula saghair. Tingkatan yang pertama adalah dosa-dosa kecil. Al thaniya kabair. Tingkatan yang kedua adalah dosa sebesar akbar min al-kaba'ir asy-syirk al-ashghar yang lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar adalah syirik kecil akbar min asy-syirk al-ashghar asy-syirk al-akbar ya dan yang lebih berbahaya dari semuanya dari syirik kecil itu syirik besar saghair dosa kecil kaba'ir dosa besar syirik ashghar syirik kecil syirik akbar syirik besar tamam أيهما أخطر؟ ما يكون بالبهاية؟ أكل الربا، الزنا، شرب الخمر أو الحلف بغير الله. ما يكون بالبهاية؟ ما كان dari harta riba, berzina atau minum khamr
akan dibanding dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Al-halif bighairillah. Tentunya bersumpah dengan nama selain Allah itu lebih berbahaya daripada لابد نفرق بين الصغائر والكبائر والشرك الأكبر والشرك الأصغر. Kita harus berusaha bisa membedakan antara dosa kecil, dosa besar, syirik kecil dan syirik besar. الأكبر مخرج من الملة. Syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. الأصغر غير مخرج من الملة. Ada pun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. الأكبر محبط لكل الأعمال. Syirik besar itu bisa meruntuhkan seluruh amal saleh seorang hamba. Al-asghar muhbit lil amal al-khas, yani salla wa fi as-salah ra'a hadhihi as-salah batilah. Adapun syirik kecil yaitu merusak ibadah yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya saja. Contoh misalkan yang disebutkan oleh beliau, orang melaksanakan salat dan dia di situ terjatuh dalam riya, maka salat yang sedang dilakukan sementara dia melakukan riya itu yang rusak. إذا مات على الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة مخلد خلود أبدي في النار، مات على الشرك الأصغر لا يخلد خلود أبدي. Jika seseorang ya meninggal sementara dia melakukan perbuatan kesyirikan yang besar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka selamanya. Adapun para pelaku syirik kecil apabila meninggal dunia tentunya tidak akan dikekalkan di dalam api neraka. كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو أصغر. Segala sesuatu yang merupakan sarana terciptanya syirik besar, maka statusnya adalah syirik kecil. أن يأتي في نصوص الكتاب والسنة أن هذا أكبر أكبر. جاء في نصوص الكتاب والسنة أنه أصغر مثل الرياء فهو أصغر. Di antara yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil, apabila disebutkan di dalam nas-nas baik di dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syirik dinilai besar, maka itu syirik besar. Begitu juga sebaliknya, jika disebutkan ya di dalam Al-Quran dan Sunnah syirik itu adalah syirik kecil, maka itu adalah syirik kecil. Labud an nahdhar min al-asghar lan yuaddi lil akbar. Kita harus berhati-hati dari syirik kecil, karena syirik kecil ini bisa mengantarkan pelakunya pada syirik besar. ولا بد نحذر من الكبائر لأنه تؤدي إلى الشرك الأصغر. Dan kita juga harus berhati-hati dari dosa-dosa besar karena bisa mengantarkan pelakunya terjatuh dalam syirik kecil. ونحذر من الصغائر التي تؤدي إلى الكبائر. Ya, kita juga harus berhati-hati dari dosa-dosa kecil karena tidak menutup kemungkinan pelakunya akan terjatuh dalam dosa besar. الرقية تنقسم إلى قسمين. الرقية تنقسم إلى قسمين. شرعية وشركية. Ada ruqyah syar'iyyah yang dibolehkan secara syar'i dan ada ruqyah yang memang syirkiyah. Ar-ruqyah syar'iyyah labud fiha min syurut thalatha hatta takun syar'iyyah. Yakhtal ay syirk tantaqil min syar'iyyah ila syirkiyah. Ruqyah syar'iyyah dibolehkan secara syar'i jika memenuhi tiga syarat. Ya, apabila salah satu syaratnya gugur, maka akan terjatuh kepada ruqyah yang terlarang, ruqyah yang bernilai syirik. Al-awwal. شرط الرقية أن تكون الرقية من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته يعني دعاء. نعم. بacaan yang dibaca di saat ruqyah itu harus dari Al-Qur'an Al-Karim atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun doa-doa yang tertera dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أو الدعاء بأسماء الله وصفاته. أو بالدعاء بما يثبت أن الله له صفاته. هذا يقرأ الفاتحة. هذا السورة مش هكذا بس سورة الفاتحة. إذا الرقية بالقرآن. ماذا؟ الرقية بمنبت سورة الفاتحة إذا الرقية بناء القرآن. أو يقول بسم الله. أو dengan mengucapkan بسم الله. رقية من السنة. Maka ini adalah menggunakan ruqyah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au bi asma'illah wa sifatih yaqul ya hayy ya qayyum ikshif ma nazala bi au bi akhi. Ya. Atau ya ruqyah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang beliau contohkan ya hayy ya qayyum ya. Wahid yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Sebutkan apa yang sedang aku alami. Misalkan. إذن هذا الشرط الأول. Ini syarat yang pertama yang harus dipenuhi. الثاني أن يعتقد أنها سبب. Syarat yang kedua harus meyakini bahwa ruqyah hanya sekedar sebab saja. لا نتعلق بالرقاة. Jangan kita bergantung dengan para peruqyah. لا نتعلق إلا بالله.
hati kita harus digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Al-thalith. Syarat yang ketiga, an takun ar-ruqya bi kalam معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. شرط ketiga yang harus dipenuhi adalah ketika seseorang merukyah harus merukyah dengan perkataan yang kita ketahui, yang kita fahami, yang kita dengarkan dan harus menggunakan bahasa. أن تكون الرقية بكلام معلوم خرج به كلام مجهول يقول كتش 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 وركاش مثلا ما ندري ايش هذا الكلام ممكن هذا الشياطين نعم di antara syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah adalah harus dengan perkataan yang diketahui karena tidak boleh ya seseorang menggunakan ruqyah dengan perkataan yang tidak bisa difahami karena boleh jadi itu adalah jimat-jimat yang dia baca مفهوم يعني ما يتكلم بسرعه ما نفهم لا نقول انتظر نريد نسمع ايش تقول ruqyah harus dengan perkataan yang bisa difahami artinya tidak terburu-buru dalam membaca dengan tujuan agar kita bisa memahami apa yang dia baca مسموع يعني لو يكون شيخ الاسلام يريد يرقي انسان يرفع صوته نسمع ماذا يقول الحمد لله رب العالمين لابد يرفع صوته حتى نسمع ايش يقول نعم harus dengan perkataan yang kita dengarkan meskipun status dia adalah syekhul Islam. Nah. Nah. لا يوجد رقيه بغير اللغه العربيه، اللغه الاندونيسيه باللغه الهنديه باللغه الاورديه ما يوجد. Kata beliau tidak ada rukyah dengan bahasa selain bahasa bahasa Arab. Tidak boleh rukyah dengan bahasa Indonesia, bahasa Urdu ataupun bahasa yang lainnya selain bahasa Arab. Nah. هل يصح ان يدعو باللغه الاندونيسيه؟ Apakah boleh seseorang berdoa dengan bahasa Indonesia? Naam yasih. Jawabannya boleh. Fi shalah. Di dalam salat. Fi sujud. Ketika sujud. Naam yasih. Boleh. Semuanya boleh dilakukan. Bi syarat واحد. Dengan satu syarat. Alla yughayyir al-asma al-husna. Yani yaqul ya Allah ya Rahman يا حي يا قيوم ثم يقول اغفر لي ارحمني عافني استرني نعم بالاندونيسي اسماء الله كما هي في اللغه العربيه ما يغيرها نعم yang penting memenuhi satu syarat kata beliau yaitu di mana nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan itu harus selaras dengan doa yang dia panjatkan harus laras dengan doa yang dia panjatkan. Jangan merubah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya Rahman, ya udah artinya ya Rahman apa dalam bahasa Indonesia? Jangan dirubah. Tamam. Idzan hadhi ar-ruqyah syar'iyyah syirkiyyah. Ya. Ini penjelasan ringkas tentang ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyyah. Nara عندما نمشي في البيوت في السيارات على الأولاد على بعض الناس يعلق أشياء نعل قديمة خرق كتابات نعم يا kata beliau sering kita melihat di jalan baik di mobil atau di rumah atau di kendaraan apapun ada sesuatu yang digantungkan terkadang sendal yang sudah kuno ya sendal yang sudah lusuh, terkadang juga serpihan-serpihan kulit atau jimat-jimat. Ra's thawr, ra's asad, hud. Kepala singa misalkan ya, terkadang juga kepala ikan ya. Kaf atau gambar telapak tangan. Ain atau gambar mata. Kharaz zarqa qariba min hadhi yadh'u ba'd al-kharazat na'am ada pernah pernik ya yang berwarna biru biasanya kurang lebih seperti yang beliau khiraq sauda serpihan-serpihan apa namanya kain hitam yaktub kitabat ya atau menulis ya, tulisan ya jimat mantra ya'khudhu asya' min al-bahr ya atau mengambil ada beberapa hal yang digunakan untuk hal itu dari laut. يأخذ بعض الأشياء من الحيوانات دم أو كذا. Atau mengambil apapun dari hewan. Biasanya misalkan darah atau apalah. حافر الفرس القطع الحديد اللي في رجل الفرس تركب. Sepatu kuda itu juga biasa digunakan untuk menangkal bala biasa sebagai orang. لماذا تضع هذه الأشياء؟
Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita menggantungkan itu semua? قال هي تدفع الجن والشياطين. Sebagian orang ya meyakini bahwa memang benda-benda tersebut yang bisa menangkal jin dan setan. Syirik akbar. Maka ketika keyakinannya seperti ini, dia terjatuh dalam syirik besar. قال لا 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 هي سبب لدفع العين. Namun jika dia meyakini bahwa benda-benda tersebut hanya sekedar sebab saja. نقول لا الله سبحانه وتعالى ما جعلها سبب هذا الشرك أصغر عندما تعتقد أن السبب وهي ليست بسبب. Maka kita katakan tetap tidak boleh karena benda-benda tersebut tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab yang bisa menangkal jin atau menangkal bahaya. Maka orang yang seperti ini terjatuh dalam syirik kecil. إذا لابد نعلم الناس وننبه الناس حتى لا يقعوا في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر. Di sini berlaku kewajiban kita harus mengajari, memberikan arahan kepada masyarakat kita agar mereka tidak terjatuh meskipun dalam syirik kecil. طيب هذا يقول ماذا أصنع حتى أحافظ على بيتي وأولادي؟ نعم. Terkadang timbul pertanyaan dari mereka. Kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa menjaga rumah kita, menjaga anak-anak kita dari makhluk gaib? هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggantungkan hal-hal yang tadi? الصحابة رضي الله عليهم. Apakah pernah juga dilakukan oleh para sahabat? يقول لا إذا لا تفعل. Kalau seandainya jawabannya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka kita juga tidak boleh melakukannya. Ihfazillah yahfazuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Naam. At-tabarruk. Tabarruk. Naam. Ngalap berkah. Barakah. Qismain. Ngalap berkah ini terbagi menjadi dua bagian. Syirki ada ngalap berkah yang hukumnya syirik wa masyru'. Ada ngalap berkah yang hukumnya boleh disyariatkan. Al masyru' inna an yakun bi amr syar'i aw bi amr mahsus malmus. Hadha al syar' al jaiz. Ngalap berkah yang disyariatkan itu apabila ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut atau ya mengambil berkah dari sesuatu yang memang dilihat yang bisa dirasa gitu. إذا ما وجدنا لهذا التبرك لا شيء شرعي ولا حسي ينتقل إلى الشرك الأصغر بل قد يصل للأكبر. Kalau seandainya seseorang yang mencari keberkahan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut baik dari sisi syariat atau dari sisi penelitian, lebih tepatnya adalah dari sisi penelitian, maka tentunya hukumnya berpindah dari yang tadinya disyariatkan berubah menjadi syirik. هذا الأخ يقرأ القرآن. Contoh misalkan saudara kita membaca Al-Quran. لماذا؟ Kenapa membaca Al-Quran? قال قراءة القرآن بركة. Kemudian dia beralasan dia mengatakan bahwa karena membaca Al-Quran bisa mendapatkan keberkahan. الحرف الواحد بعشر حسنات. Di mana satu huruf yang kita baca mendapatkan 10 pahala. وأعمل بالقرآن العمل بالقرآن بركة. Dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran juga merupakan salah satu sebab keberkahan. وأتدبر القرآن بركة. Merenungkan Al-Quran juga merupakan salah satu sebab dapat datangnya keberkahan. والقرآن رقية بركة. Dan juga misalkan melakukan ruqyah dengan Al-Quran ini juga salah satu sebab keberkahan. نقول هذا تبرك مشروع. Maka kita katakan yang seperti ini adalah mencari keberkahan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Hadza qala ana usalli ma'al jama'ah. Ya. Ada yang lain, contoh misalkan seseorang berkata bahwa saya melaksanakan salat bersama jamaah. Salat ma'al jama'ah barakah 27 derajat. Ya, dia berkata bahwa salat berjamaah itu ada keberkahan karena pahalanya besar 27 derajat. Hadza qala ana atlub al-'ilm. Ya, ada yang mengatakan saya menuntut ilmu. Talab al-'ilm barakah. Dan beralasan bahwa menuntut ilmu adalah sebab turunnya keberkahan. Tastaghfir li hatta al-hitam. Ya. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bahkan para ikan sekalipun. هذا يقول كتب الأئمة الأربعة وضع الله فيها بركة. كاريا ulama empat madhab Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan keberkahan ya telah menjadikan adanya keberkahan pada karya-karya tulis mereka. نقول نعم. Maka kita jawab ya betul seperti itu. هذا محسوسة ملموسة نراها بعيننا. Karena ini terlihat ya dan memang kita rasakan seperti itu ada keberkahan di dalam buku-buku mereka. At-tamassuh bi turbatil qubur. Ya. Adapun ya
yaitu mengusap dengan tanah kuburan. Tabarruk. Apakah ini ممنوع؟ Apakah ini cara mencari berkah yang dibenarkan? التمسح بالأشخاص. Ya, mengusap untuk mencari keberkahan kepada orang tertentu. Syirik. Ini adalah kesyirikan. التمسح بالأحجار. Ya, dan juga mengusap dengan tujuan untuk mencari keberkahan pada batu-batuan. باختصار إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا ممنوع. Intinya ringkasannya dalam mencari keberkahan jika tidak ada dalil yang menunjukkan akan adanya keberkahan baik dari sisi syariat ataupun dari sisi penelitian yang jelas maka itu terlarang. هل نتمسح بأهل البيت؟ Apakah boleh ya kita mencari keberkahan ya dengan mengusap kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? لا ما تمسح أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف وهو من آل بل هو أفضل آل البيت. Kata beliau tidak boleh karena memang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengusap tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk mengambil keberkahan dari beliau. Ya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tertinggi derajatnya di kalangan keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah al-qubur. Ziarah kubur. تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Ini terbagi menjadi tiga macam. كم قسم؟ كم قسم قل لهم؟ زيارة كبر تري تربيع من جديد مربيع. خلاص تمام خليه واقف قل له خمس دقائق. لين ما بردين يا رب إن شاء الله. تمام زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. زيارة كبر تربيع من جديد يا مثلا. زيارة شرعية. أدى زيارة يعني ما بشريعة. وزيارة بدعية. أدى زيارة حكومية بدعة. وزيارة شركية. أدى زيارة حكومية شرك. الزيارة الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. زيارة قبور يعني شريعة harus ada tiga syarat yang dipenuhi. الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت تذكر الدار الآخرة. Syarat yang pertama adalah meniatkan dengan ziarahnya ini untuk mengingat kematian atau untuk mengingat kampung akhir. الثاني ألا يشد إليها الرحل يعني ما يسافر لزيارة القبور ما يشد الرحل حتى لمسجد إلا المساجد الثلاثة فقط يعني حتى عندما يأتي إلى مكة ويريد المدينة ينوي زيارة المسجد النبوي لا ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Syarat yang kedua adalah tidak menempuh perjalanan jauh atau menyengajakan diri untuk menempuh perjalanan jauh untuk menziarahi satu kuburan. Tentunya kita beli. Hal ini tidak kita lakukan pada seluruh masjid, maka terlebih pada kuburan. Hanya ada tiga masjid yang dibolehkan kita menempuh perjalanan jauh untuk menuju tempat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai contoh, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh seseorang ketika mendatangi kota Madinah dengan meniatkan untuk berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi cara yang benar ketika mengunjungi kota Madinah, niat yang benar adalah untuk mengunjungi masjid baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, an la ya'ti بما يخالف الشرع في هذه الزيارة. Ya, syarat yang ketiga itu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, فإن نوى دعاء أهل القبور من دون الله هذا الشرك زيارة الشركية بل هي الشرك الأكبر. Jika seseorang yang hendak mengunjungi kuburan dengan niatan untuk meminta kepada para penghuni kuburan maka ziarah yang tadinya disyariatkan berubah status hukumnya menjadi ziarah yang bernilai kesyirikan. Naam. Wa innawa du'a Allah lakin yaqul hadzal makan makan mubarak 'inda al-qubur hadhi ziarah bid'iyyah. Namun apabila seseorang meniatkan di dalam ziarahnya itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa tempat pemakaman adalah tempat yang memiliki kesucian maka ziarah tersebut dinilai bid'ah. Nعم. أيضا
من الأشياء التي ركز عليها المؤلف رحمه الله أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Di antara hal ya, yang merupakan pusat perhatian penulis rahimahullah ta'ala adalah sebuah penjelasan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hal Nabi sallallahu alaihi wasallam istihaqqa yu'bad? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk diibadahi? La. Anta ايش تقول? تقول wa ashhadu anna Muhammadan abd la yu'bad. الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه عبد عليه الصلاة والسلام. Kita ketika mengucapkan dua kalimat syahadat yang berisi persaksian, ya, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, seseorang yang menyembah Nabi Muhammad, ini berarti persaksiannya akan kehambaan Nabi Muhammad adalah persaksian dusta. الملائكة عليهم السلام أيضا لا يستحق أن يعبدوا إذن غير من باب أولى. Begitu halnya, begitu juga para malaikat. Ya. Mereka adalah makhluk. Mereka tidak berhak mendapatkan ya, ibadah dari kita sebagai manusia. Tidak boleh seseorang menyembah para malaikat. Nah, إذن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا الأولياء. نعم. Intinya pelajaran yang kita bisa ambil bahwa tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik itu nabi, malaikat, orang saleh, wali dan yang seterusnya. Ma hiya asbab asy-syirk? Limadha يقع بعض أهل الإسلام في الشرك؟ ما السبب؟ نريد نعرف حتى نحذر ونحذر من الشرك. Apa sebab yang menjadikan sebagian kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan? Kita perlu mengetahui sebab-sebabnya dengan tujuan agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan tersebut. Zakar muallif rahimahullah thalatha asbab. Naam. Penulis rahimahullah taala di dalam bukunya menyebutkan sebab. Naam. Dan ini adalah sebab yang sering kali terjadi yang sangat berbahaya. Naam. Hadhi akhtar al-asbab thalatha. Ada tiga sebab yang sangat berbahaya. الأول الغلو في الصالحين. Ya. Sebab yang pertama adalah berlebihan di dalam memperlakukan orang-orang saleh. كما حدث في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. Sebagaimana yang dahulu pernah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh عليه الصلاة والسلام. هذا خرب يعني؟ يعني البطارية. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. نعم. قلنا الأول الغلو في الصالحين كما حدث في قوم نوح، هذا من أخطر الأسباب. Ini sebab yang pertama di mana kebanyakan orang terjatuh dalam kesyirikan, yaitu apa? Bersikap ghulu, bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. الثاني الغلو في قبور الصالحين. Sebab yang kedua adalah sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. الثالث خطر والتحذير من عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن أين؟ عند القبور. ما نعبد ولا نصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها، شروط الزيارة اللي ذكرناها. سبب yang ketiga ya, di antara sebab yang banyak membuat kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan adalah ya beribadah di kuburan ya, melaksanakan amal ibadah di kuburan. Ini yang harus kita peringati ya masyarakat kita agar mereka tidak melakukan amal ibadah di kuburan, karena ziarah yang ditujukan untuk hal tersebut nanti akan berubah hukumnya menjadi bid'ah ya. Al-qubur al-asl an takun kharij al-bunyan fi atraf al-madinah, mu fi dakhil al-madinah. Naam. Hukum asalnya ya, kuburan itu harusnya terletak di pojok-pojok kota ya, bukan di dalam kota ya, harus jauh dari pemukiman warga. ايش نريد داخل البنيان يكون؟ Apa yang harusnya ada di dalam pemukiman warga? ايش؟ Masjid. Yang harus ada di sekitar pemukiman warga adalah masjid. Al-qabr natawassat fi.
Adapun kuburan, maka sikap kita harus berusaha untuk berada di tanah. يرتفع عن الأرض مقدار شبر. Kita tidak menunjukkan kecuali sekitar satu jengkal. يسنم. Kemudian kita buat seperti tumbukan. نضع عليه حجر أو حجرين. أما الصخرة كتابة ورد ممنوع. رخام قبة نعم. Kata beliau, kita cuma meletakkan di atas kuburan ya, dua batu kecil. Ada pun batu besar, ya, batu marmer, ya, atau kubah, atau apa namanya bunga-bunga, ya. Maka atau apa namanya kayu yang dituliskan nama-nama. Maka kata beliau, ini tidak selayaknya diletakkan di atas kuburan. ما يمكن أن ندفن الصالحين ولا غير الصالحين لا في المساجد ولا في البيوت. Tidak mungkin seorang Muslim menguburkan baik orang saleh atau orang yang tidak saleh di dalam masjid. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa sahbihi wasallam. 5 daqiq wa na'ud. Uktubu min al-kitab, ma fi mushkil. Aw al-an mungkin fi al-kitab yadh'a 'alayha 'alama. Beliau memberi waktu 5 menit untuk mencatat. Boleh karena melihat buku, kita mencatat melihat buku, atau kita memberi menulis garis-garis yang penting di dalam buku tidak masalah. Nah, min al-kitab al-an bidun al-waraqah fi al-kitab yadh'a 'alayhi 'alamat. Kata beliau, sekarang bukan mencatat di buku, tapi mencatat di kitab yang merupakan kitab beliau ya. Kita kasih garis bawah.
فين كتابك انت؟ اين الكتاب؟ جيبه تعال. عمل الكتاب يعني عمل الكتابين. جيب جيب الكتاب. الله يهديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالأعمال الشيطانية. عندنا أعمال شيطانية لابد نحذر ونحذر منها. نعم. Setelah itu penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang amalan-amalan setan yang harus kita waspadai, dan kita juga peringati manusia agar tidak terjatuh dalam amalan-amalan setan. As-sihir. Di antaranya adalah sihir. As-sahir yakfur kufur akbar. Ya, para tukang sihir itu terjatuh dalam kekufuran yang besar. لا يمكن أن نرضى بالسحر. Tidak boleh seseorang itu terhadap perbuatan sihir. ولا يمكن أننا يعني حتى نتكلم بالسحر مثل ما يتكلم بعض الناس اليوم، يقول مفتاح سحري، فانوس سحري، مصباح سحري. حتى أصبح بعض الناس ينسب السحر إلى بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله. نعم. maka sikap seorang muslim itu tidak boleh menisbatkan segala sesuatu atau mengikatkan segala sesuatu dengan sihir. Misalkan kunci ajaib, kunci atau yang semacam itu. Ya, bahkan sebagian orang terasa biasa apabila berbicara tentang permasalahan sihir. Tidak jarang di antara mereka yang menisbatkan sihir kepada para nabi dan para rasul karena saking seringnya diobrolkan. لا نأتي السحرة. Kita tidak boleh mendatangi para penyihir. الإتيان ليس فقط أن تأتي تجالسه، لا. صور له صور كثيرة. Ya, mendatangi para penyihir ini tentunya banyak potretnya, banyak gambarnya, banyak keadaannya. ترسل إنسان. Nah, contoh misalkan ketika kita menyuruh seseorang untuk mendatangi sihir. ترسل رسالة. Atau menulis surat. رسالة SMS. Menulis apa, mengirim SMS misalkan. تفتح القناة. Ya, membuka stasiun televisi. Nah, هذا كأنه اتيان للساحر. Ini sebetulnya semuanya hukumnya berlaku satu, yaitu apa, sama seperti orang yang mendatangi tukang sihir secara langsung. لو يشتري مجلة فيها أبراج برج الحوت، الجدي، العقرب، الأسد، لو يفتح شراء المجلة حرام، لو فتح ونظر لا تقبل له صلاة 40 يوم، لو صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga ya, majalah yang berisi tentang ilmu zodiak, ya, apa Sagittarius, Taurus, Leo dan seterusnya. Ini kita membeli majalah yang seperti ini hukumnya haram. Apabila di dalam majalah tersebut ada ya topik pembahasan tentang masalah zodiak, kemudian kita membukanya, ini berarti sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 sholat. Ya. 40 sholat. Apabila kita mempercayai ilmu zodiak yang dibahas di dalam majalah tersebut, maka ini terjatuh dalam kekufuran yang besar. لا نأتي السحر أبدا. Ini bahwa kita tidak boleh mendatangi tukang sihir sama sekali. ولا ندخل مواقعهم. Dan kita juga tidak boleh mengunjungi situs-situs mereka. ولا نلعب في هذا. Ya, kita tidak boleh melakukan atau bermain game-game yang ada unsur sihirnya. Permainan yang ada di situ tukang sihir dan semisalnya. As-sihr anwa' kathira. Sihir ini banyak macamnya. Nishtanibha. Harus kita hindari semuanya. Idza waqa'a as-sihr. Ya, apabila terjadi sihir. Kaif yu'alaj? Bagaimana cara menyembuhkannya? 'Ilaj as-sihr min tariqain. Cara menyembuhkan dari penyakit sihir itu ada dua. Mashru' wa mamnu'. Ya, cara yang pertama dibolehkan, cara yang kedua tidak dibolehkan. المشروع بالرقية الشرعية بشروطها. Cara yang dibolehkan adalah dengan rukyah syar'iyyah dengan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. أو علاج مشروع بشرب العسل أو الحجامة مثلا. Atau juga dibolehkan dengan minum madu atau dengan hijama, ya, tidak masalah. أو بالدعاء. Atau syarat yang ketiga untuk menghilangkan sihir adalah dengan berdoa kepada Allah. لا يمكن نعالج السحر بالسحر، هذا ممنوع. Tidak mungkin ya seseorang menangani penyakit sihir dengan cara sihir juga. Ini dilarang.
لماذا ممنوع؟ كلام بلا مخالف للكتاب والسنة. كلام عمر تنتقل من القرآن والسنة. وأقوال الصحابة والسلف والأئمة. dan juga menyelisih perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. وفي تقوية للسحرة والشياطين. dan di situ ada unsur dukungan untuk para penyihir. وتضعيف للتداوي بالقرآن. dan juga ada sedikit efek di mana seseorang tidak lagi percaya dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لو يقول هذا دواء فيه ضرر عليك تستعمله لا تستعمله كيف والسحر فيه اكبر ضرر. Apabila kita diberitahu bahwa ada obat yang berbahaya pasti kita tidak akan berani untuk mengkonsumsinya. Maka bagaimana dengan sihir? Sihir adalah obat yang paling berbahaya. Tidak mungkin seseorang menggunakan sihir untuk menghilangkan sihir. ثم الساحر المعالج اللي يعالج يدعي العلاج الآن ماذا يصنع لهذا المسحور؟ يصنع له سحر جديد. فالمريض كان لديه سحر الآن زاد السحر على سحره. Kemudian tukang sihir yang beralasan untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir itu sebetulnya dia membuat sihir baru untuk sihir yang sudah ada. Berarti sihir di atas sihir. Tidak hanya satu sihir sekarang yang dia kena. Sihir di atas sihir. نعم. ثم هذا المريض الآن الساحر المعالج لا يمكن يقدم شيئا لهذا حتى يتقرب هذا إلى الشيطان يعني يشرك. Kemudian tukang sihir tadi yang ingin menyembuhkan orang yang terkena penyakit sihir itu tidak mungkin dia bisa menyembuhkannya kecuali dia harus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan yang bersifat syirik. سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم الأمة قدر الله سبحانه وتعالى القرآن حتى تتعلم الأمة أن تلتجئ إلى الله لا إلى السحرة. نبي صلى الله عليه وسلم pernah terkena sihir. Tentunya ini adalah atas dasar izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik itu? Tujuannya adalah agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apabila seseorang terkena sihir harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangi para tukang sihir. التطير التشاؤم. Kemudian ya pembahasan tentang masalah tatayur dan juga menilai suatu benda dengan pandangan pesimis. المسلم دائما يتفاءل المشرك والمنافق دائما يتطير يتشاؤم يتوقع الشر مسلم يتوقع الخير. Seorang muslim itu selalu pandangannya positif tidak pernah pandangannya negatif. Tidak pernah dia pesimis. Dia selalu berprasangka baik akan datangnya kebaikan untuk dirinya. Tidak pernah berprasangka buruk, bersikap pesimis. نعم. بعض الناس هدانا الله إياه. يعني عندما عينه اليسرى أو يده هذه تحكه أو رجله تنمل أو يرى كلب أسود أو بومة يقول اليوم مشكلة. قريبة تأتي نسأل الله عفو السلام. نعم. Sebagian orang apabila tangannya misalkan sedikit terluka atau kakinya kesemutan atau ketika melihat burung hantu atau melihat anjing hitam mereka beranggapan dan meyakini bahwa kita sekarang tidak boleh beraktivitas karena akan terjadi sesuatu. Syirk asghar hadha wa qad yasil ila akbar idda'a 'ilm al-ghaib. Maka orang yang seperti ini terjatuh dalam syirik kecil dan tidak menutup kemungkinan dia akan terjatuh dalam syirik besar karena dia apa? Meyakini mengetahui ilmu gaib sesuatu yang apa? Yang tidak diketahuinya. Naam. Au hadha yurid tazawwuj. Contoh misalkan ada salah seorang di antara kita ini menikah. Qala khudh wardah. Ya, ambil bunga ini, bunga mawar. Wa madha tasna? Apa yang dilakukan? أتزوجها؟ لا أتزوجها؟ أتزوجها؟ لا أتزوجها؟ خلاص ما أتزوج. هذا استقسام بالأزلام عمل أهل الجاهلية عمل على الشرك. Kata beliau, ada seseorang yang menikah biasanya apa yang dilakukan? Ambil tisu. Dia berusaha untuk mengundi saya nikah atau tidak nikah. Saya nikah atau tidak nikah. Maka tisu yang terakhir itu adalah jawaban dari undiannya. Undian yang seperti ini, mengundi nasib seperti ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Au hadza atazawwaj hadza la atazawwaj. Ya, atau dengan cara yang lain, misalkan ini menunjukkan bahwa nikah
يعني ضد النكاح. ثم عندهم يعني انشوده او شيء كذا يقولوا عندكم موجود لازم نعم ada biasanya ada nasihat atau ada ucapan yang diucapkan يعلم الصغار يعني diajarkan kepada anak-anak حادي بادي كرومبو زبادي شا هكذا عندنا على كذا لازم عندكم نعم في هذا النقود هذا وانقايه نعم وانقايه هذا كلكم ما في مشكلات نعم او ياخذ هذا نقود يقول اذا تاتي صوره لا تمشي ياتي رقم تمشي ويرمي هكذا هذا استقسام بالازلام عمل اهل الجاهليه نعم كتبلي apabila ya kita coba mengundi dengan koin uang koin kalau yang keluar adalah gambar berarti kita tidak beraktivitas kalau seandainya yang keluar adalah nomor ya berarti kita beraktivitas ya undian semacam ini mengundi nasib mengundi kondisi dan keadaan ini sebetulnya kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu مهم جدا أننا نحذر من الشرك أشياء لا تدري عنها تدخل في الشرك فيها وأنت لا تدري. kita harus berhati-hati agar tidak terjatuh dalam kesyirikan karena memang banyak orang terkadang terjatuh ke dalam kesyirikan sementara mereka tidak menyadarinya. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله. قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به فرعون قدم محبة السلطان وقال هذه الأنهار تجري من تحته عذب بسلطانه قارون عذب بماله نعم Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dengan suatu ketetapan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin untuk ditepis bahwa seseorang yang mengedepankan kecintaan sesuatu daripada kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan disiksa dengan apa yang dia cintainya dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh misalkan Fir'aun Fir'aun sangat meninggikan sekali kekuasaan, sangat mencintai kekuasaan. Apa akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan dia dengan kekuasaan. Dan Qarun sangat cinta sekali dengan harta. Ya. Dia mendapatkan cintanya dengan harta daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa dia, Allah binasakan dia dengan hartanya. Wa man qaddama خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا يعني خوف على خوفهم نعم dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa seseorang yang mengedepankan ketakutannya kepada manusia daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan ketakutannya kepada manusia. Ya. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dahulu ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada para jin agar mereka tidak apa? Tidak diganggu oleh mereka, tidak diganggu oleh bangsa jin. Tapi apa akibatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati mereka takut kepada jin. نحب الله ولا نحب احد مع الله. Kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mencintai seseorang bersamaan dengan kecintaan kita kepada Allah. Wa nuhib kull man amara Allah bi mahabbatihi, lakin la naj'al mahabbatihi musawa min mahabbati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, al-malaika alaihi wassalam, as-salihin, kull muwahhid. Na'am. Kita mencintai segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dicintai. Akan tetapi kecintaan kita terhadap mereka tidak boleh setara dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan para rasul, mencintai para malaikat, mencintai orang-orang saleh, tapi tidak boleh menyamakan kecintaan kita hingga setara dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. نخاف من الله ولا نخاف من احد كخوفنا من الله
Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada selain Allah, ya. Naam. Tatawakkal 'ala Allah. تتوكل على الله تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى نعم يا bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى adalah dengan bersikap jujur dalam menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala التوكل تكون صادق لا كاذب في اعتمادك على الله bertawakkal kepada Allah itu harus bersikap jujur ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wathiq 100% la tashuk 1%. Dan harus percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun. Ta'khudh bil asbab al mashru'a la al mamnu'a. Berusaha untuk melakukan sarana-sarana terciptanya apa yang kita inginkan dan menjauhi sarana-sarana yang dilarang. La natawakkal illa 'ala Allah. Kita tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. علاج الرياء الرياء الأصل أنه من الشرك الأصغر وقد يؤدي إلى الأكبر ترى mengatasi dari penyakit ria ria itu sebetulnya pada dasarnya adalah syirik kecil namun tidak menutup kemungkinan seseorang terjatuh kepada syirik besar karena ria دراسة التوحيد caranya adalah yang pertama dengan mempelajari tauhid لأن بدراسة التوحيد تعظم الله ولو عظمت الله لا تبالي بأحد في دين الله karena seseorang yang mempelajari tauhid pasti akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan peduli dengan selain Allah. Addu'a tad'u Allah an yujannibak ar-riya. Cara yang kedua adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari riya. Tahris 'ala ikhfa'il a'mal. Ya. Kita berusaha untuk menyembunyikan amal saleh kita. Hadha ma yaqul li hadha al-yawm ana sha'im. Ya. Seseorang tidak memberitakan saudaranya bahwa hari ini saya puasa. Wa fi kulli yawm akhtim thalath ajza. Dan setiap hari ya saya mengkhfil 'amal. نعم الرابع لا تترك العمل خوفا من الرياء لأن الشيطان يأتيك يقول لا تصوم لا تصلي لا تطلب العلم لا تطلق اللحية لا تقصر الثوب إذا معنى هذا كأنه يقول لك اترك الدين لا اعمل ولا عليك بالرياء نعم kemudian cara yang keempat agar kita terhindar dari ria adalah tidak meninggalkan amalan dengan alasan kita takut terjatuh ke dalam ria. Karena kalau seandainya kita meninggalkan memanjangkan jenggot, ya kita meninggalkan banyak amalan-amalan soleh karena ria, akhirnya apa? Akhirnya kita meninggalkan seluruh agama Islam. Ya. Maka kita diperintahkan untuk tetap beramal. Tidak perlu khawatir untuk terjatuh dalam ria. من علاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية إذا لعب بك الشيطان لو تذهب تزور قبور زيارة شرعية تتذكر أنك في دار عمل ليست دار بقاء نعم وتترك الرياء بإذن الله هذا من الأسباب di antara obat untuk mengatasi penyakit ria adalah ziarah kubur karena ketika seseorang berziarah kubur itu dia akan mengingat bahwa di dunia ini adalah tempat untuk beramal. Ada tempat untuk kampung akhirat kita. Ya. Seseorang akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari ria karena dia ingat bahwa kampung yang abadi, kampung kita yang sebetulnya adalah di akhirat nanti. Nah, كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي اختبار وامتحان لنا اختبار تنجح أو لا تنجح في الاختبار Setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita itu sebetulnya adalah ujian yang Allah berikan untuk kita bisa jadi kita lulus atau kita gagal. كيف تنجح في الاختبار؟ Bagaimana caranya agar kita lulus dalam ujian? بأمرين. Dengan menempuh dua hal. الأول قبل النعمة والثاني بعد النعمة. Yang pertama sebelum mendapatkan kenikmatan dan yang kedua setelah mendapatkan kenikmatan. هذا الأخ يمشي في الطريق. Contoh misalnya وينظر إلى القصور العمائر السيارات الأموال ماذا يفكر يفكر يقول لو يتعرف عليه الرئيس أو الوزير أو الملياردير يقول تعال يا حبيبي خذ من أموالي ما شئت ودع منها ما شئت أكثر الناس على هذا نعم contoh misalkan saudara kita ya dia mengelilingi jalanan melihat-lihat harta orang lain melihat bangunan-bangunan yang mewah melihat mobil melihat kendaraan-kendaraan yang mewah kemudian ya dia berpikir
kalau seandainya ya orang-orang seperti mereka ini memberikan hartanya kepada kita. Ini kebanyakan orang, ya. Kebanyakan orang berpikir menghayat hal-hal yang seperti ini. Al-jannah tutlab min man? Kata beliau, surga itu sebetulnya diminta dari siapa? Limada? لماذا لا تطلب الجنة من الرئيس الوزير الملياردير؟ لماذا؟ Kenapa surga itu tidak diminta dari presiden, dari perdana menteri, dari orang kaya? Kenapa? لأنه لا أحد يملك الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. Karena tidak ada yang memiliki surga kecuali Allah سبحانه وتعالى. طيب الرزق عند من؟ عند الرئيس؟ Baik kalau begitu. الوزير؟ Rizki apakah dimiliki ملياردير؟ لا. إذن هذا الذي عليه كثير من الناس يقول له يتعرف على الوزير أو يقول الرئيس الحكومة أخذوا أموالنا إيش تريد منهم؟ Orang-orang yang suka mencela para pemimpin yang mengatakan bahwa mereka pemimpin kita para menteri memakan harta-harta kita ya sebetulnya apa yang kita inginkan dari mereka? أي إنسان يتكلم عن الحكومة يتكلم على الرئيس يتكلم على أهل الخليج كذا قل له ماذا تريد أطلب من الله لماذا تفتقر إلى الخلق أدعو الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالهداية أدعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى يغنينا عنهم ويغنيهم عنا يا رب نعم Setiap orang yang berbicara akan keburukan para pemimpin kita tanyakan dia sebetulnya apa yang kau inginkan dari mereka Ya. Harusnya kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merendahkan diri kita kepada mereka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencukupkan kebutuhan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan mereka. Tugas kita adalah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk, memberikan mereka taufik. هذا قبل النعمة تتعلق بالله. Maka catatan yang terpenting di sini sebelum datangnya kenikmatan harusnya kita menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. بعد أن تأتي النعمة تشكرها بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. Maka setelah datangnya kenikmatan caranya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati kita dengan mengakui bahwa segala kenikmatan yang datang kepada kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. الثاني باللسان. Kemudian yang kedua bersyukur dengan lisan kita. هذا من فضل ربي. Dengan mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. الجوارح تصرف هذه النعمة في شكر المنعم. Ya. Bersyukur dengan anggota badan caranya adalah dengan memfungsikan menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. نبتعد عن الألفاظ الشركية، الألفاظ البدعية. Kita berusaha untuk menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang bernilai syirik atau bernilai bid'ah. لا نستهزئ بالدين. Tidak boleh seseorang yang mencela agama. لا نسب الرب ولا النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak boleh menghina Allah سبحانه وتعالى. Tidak boleh menghina Nabi صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن نسمع السب ولا ننكر أو ننصرف. Ya, tidak mungkin seseorang mendengar ya orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan kemudian kita lari begitu saja. La nushahid maqati' li fiha as-sab wa istihza'. Naam. Kita juga tidak menyaksikan ya, siaran-siaran televisi atau potongan-potongan video yang di situ ada unsur pencelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terhadap agama Islam. La نقول الألفاظ المنهي عنها. kita tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang memang dilarang dalam syariat. مثل سب الدهر، سب الأيام، سب الليالي، اللعن. نعم. Seperti mencela hari، mencela masa، ya dan juga suka melaknat. لا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. لو لا تستخدمها. تقول قدر الله وما شاء فعل. Tidak boleh juga seseorang berandai-andai seandainya aku berbuat seperti ini maka aku akan mendapatkan hal yang seperti ini. Harusnya terhadap segala sesuatu hal yang telah terjadi seseorang mengucapkan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kehendak. Al-halif bi ghairi Allah, la nahlif bi ghairi Allah. Bersumpah atas nama selain Allah. Tidak boleh seseorang bersumpah atas nama selain Allah. Nabta'id 'an al la nasub ar-rih. Ya tidak boleh mencela angin, menghina angin. La nasub al-ayyam wal-layali ad-dahr. Ya tidak boleh mencela hari-hari atau malam-malam atau masa atau waktu. La na'tarid al-qada' wal-qadar. Nu'min bil-qada' wal-qadar.
Tidak boleh seseorang menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang wajib kita adalah beriman kepada takdir Allah. Naam. هذا الكتاب كتاب التوحيد فيه والله فوائد كثيرة لا نستطيع أن نمر عليه حتى لو بسرعة صعب جدا نعم كتاب التوحيد ini sangat banyak faedah-faedah yang dimuat di dalamnya tidak mungkin seseorang bisa mengkajinya dengan sesaat meskipun ya ringkasan-ringkasan disampaikan dengan begitu cepat ماذا نصنع maka apa yang harus kita lakukan من اليوم من الان تبدا الدوره ya kita mulai dari sekarang kita mulai daurahnya تقول انا قلت كنت نائم kita mengatakan bahwa tadi kita tidur الان استيقظت sekarang kita bangun من اليوم نبدا بهذه الكتب dari sekarang kita berusaha untuk mengkaji buku ini تأخذ هذا الكتاب. Caranya kita ambil bukunya. تدرس. Kemudian kita pelajari. تكتب. Kita catat. مع زملائك تراجع. Bersama teman-teman untuk merajah. قسم قسم. Ya. Pembahasan. تبدأ القسم الأول تختبر. في اختبار موجود تكتب. Setelah pembahasan pertama kita kerjakan evaluasi. Sudah ada evaluasi yang telah disediakan. تراجع مع زملائك اختبار. Kita coba merajah untuk evaluasi bersama teman-teman kita. تدخل عندنا ممكن موقع تدرس الأصول الثلاثة الدروس المهمة السيرة كتاب التوحيد وهو يصحح لك تصحيح إلكتروني وأنت هنا في أندونيسيا باللغة العربية باللغة الأندونيسية تستطيع تدخل مرتين أولا تدخل باللغة الأندونيسية حتى تضبط ثم تدخل مرة أخرى باللغة العربية حتى يعني تضبط هذا بالعربي بالأندونيسي atau misalkan masuk situs yang di bawah pengawasan beliau itu situs Ma'had As-Sunnah di situ ada kajian-kajian beliau yang berkaitan dengan usul salafah ada juga tentang sirah ada juga tentang kitab tauhid ada juga tentang fikih banyak kitab yang dibahas di situ dan juga telah disediakan evaluasi ya setelah evaluasi kita akan melihat hasilnya secara langsung kita bisa masuk mendaftar di situs tersebut baik dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab tapi yang lebih baik ya beliau kita coba dulu masuk dengan situs bahasa Indonesia kita pelajari ya dengan menggunakan bahasa Indonesia kajian yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia evaluasi berbahasa Indonesia ya baru setelah kita lulus kita coba untuk mendaftarkan akun baru dengan bahasa Arab kita ulangi pelajaran yang sama tujuannya adalah untuk menguasai pelajaran yang kita pelajari نريد نستمر Ya, intinya kita harus continue dalam belajar. هذا إخوان يقولون نريد تأتي مرة أخرى. Ya, teman-teman yang ada di panitia meminta kita agar kita datang kembali, berharap agar kita bisa datang kembali. ممكن بشرط. Ya, kata beliau mungkin. Insyaallah kita bisa datang kembali. هؤلاء يكتبوا لي ويرفعوا لي اختباراتكم أننا استفدنا من هذه الدورة ليس فقط ما شاء الله كتاب التوحيد نعم لكن نريد فائدة نعم kata beliau mungkin saja ya saya akan datang kembali ke tempat ini dengan satu syarat yaitu teman-teman panitia mengumpulkan hasil dari evaluasi yang dikerjakan oleh para peserta daurah ini ya beliau tidak ingin kalau pembelajaran kita terhadap kitab tauhid hanya sekedar Masya Allah, kita sudah belajar kitab tauhid. Beliau tidak ingin seperti itu. Beliau ingin bahwa kita betul-betul mengambil manfaat yang besar dari buku ini. Hal yumkin? Apakah mungkin dilakukan? Tahqiqan laysa faqat mungkin. Insyaallah. Betul-betul dilakukan, tidak hanya mungkin. Ya akhwan, ana lastu bi afdal minkum wallah. Kata beliau bukan seseorang yang lebih baik daripada antum di sini. Lakin nurid nata'awan 'ala al-'ilm. Tapi beliau ingin kita saling bahu-membahu agar nadhbit nantabih. Kita berusaha untuk menguasai, berusaha untuk konsentrasi. Muttafiqin. Setuju sepakat. إذا هؤلاء قالوا لي كتابنا وكذا إن شاء الله نعود مرة أخرى وندرس كتاب ممكن الواسطية ممكن طحاوية ونستفيد kalau seandainya panitia nanti memberikan laporan baik bahwa
teman-teman sekalian sudah melakukan evaluasi dan mereka semua mengambil faedah, insyaallah nanti kita kesini membahas tentang akidah wasatiyah atau akidah bahawiyah. Amma yaqul ta'al darris wa ta'id wa ta'id, hadha dhaya' lil waqt. Ya. Tapi kalau seandainya kita datang ternyata kita tidak menguasai kitab tauhid, kita kita mempelajari kembali kitab tauhid, ini apa? Waktunya sia-sia, menghabiskan waktu saja. Muttafiqin? Sepakat semuanya? Mu'minin ala syurutihim? أكيد. الله يوفقنا وياكم لما أحب وأرضى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. تبقوا اليوم إلى الساعة الثانية. هذا اتفاق. كذا اليوم أنتم semuanya kita berada di masjid ini sampai jam 2. تكتبوا. أنتم شهادات. تكتبوا الاختبارات. dan antum selesaikan evaluasi. الأشياء التي أخذنا. apa yang kita dapat tadi. إدارة يرفع لي أي إشكال أي سؤال ترفع نجيبكم اليوم إلى الساعة الثانية معنا درس اليوم. كتب اليوم kalau seandainya ada pertanyaan sampaikan kepada panitia sampai jam 2 pertanyaan tersebut insyaallah akan kita jawab langsung. ممكن ممكن semuanya mengerjakan. الحمد لله جزاكم الله خير استودعكم الله الذي تضيع الدعوة. السلام عليكم. Jadi jangan keluar dari berjemaah. Bismillah ya, atas kerjasama dan perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.